إشادات واسعة تثني على الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تنظيم لائق يرقي إلى مصاف المعارض العالمية بشهادة جل المشاركين بهذه النسخة، والذي تجاوز عددهم 700 عارض من 48 بلدا. دي أول مشاركة لنا في الرباط في معرض المغرب، والحقيقة أنا يعني مش عايز أقول لك مبسوط جدا أو مذهول جدا. نفس الأجواء اللي بنعيشها في معرض القاهرة هي موجودة هنا في المغرب، في تشابهات كتير بين الجمهور في القاهرة والمغرب، وإحنا أنا شخصيا كنت براهن على جمهور المغرب، لأن أنا عارف أن جمهور المغرب هو جمهور واعي وجمهور مثقف. تجربة رائعة وسعيد، وكمان تنظيميا أنا مبسوط جدا، الحفاوة اللي استقبلنا بيها المغرب وشعب المغرب عظيمة جدا. النسخة 29 عرفت عروضا مغرية لإصدارات في مجالات متعددة من قبيل التراث، الكتابة للمستقبل، التكنولوجيا، الأدب والتاريخ وغيرها، وأنشطة متنوعة تجاوزت 240 نشاطا. إقبال كبير ومبيعات بأرقام مهمة تشي بالاهتمام المتزايد الذي بات يوليه القارئ المغربي للكتاب. هذه التظاهرة اللي هي التظاهرة السنوية دي المعرض الكتاب، نحييها ونتمن هذه التجربة ونتمنى لها واحد الأمد كبير. فالشيء الذي يثلج الصدر عندما ترى الفئات الاجتماعية من أطفال ورجال كبار وكذا كيجيو يشريوا الكتب، فهذا شيء جميل. أهم أن معرض الكتاب في الرباط في دورته الثالثة وبدأ يحقق نوع من التراكم، و الانطباعات التي تحصلت لدي أن هذه الدورة أفضل من سابقتيها، وبالخصوص أفضل من الدورة السابقة، بمعنى أنها حققت نوع من الرواج، نوع من تداول الكتاب، نوع من الأرقام على مستوى المبيعات. المعرض الدولي للنشر والكتاب من التظاهرات الثقافية التي تسهم في إشعاع الرباط كعاصمة للثقافة ولموقع المملكة كبلد لتلاقي الحضارات والحوار والتبادل الثقافي.